خلاص يا سو، كبرتي وعقلتي وتخرجتي وبقيتي محترمة. يس، كبرت ممكن، عقلت صعب شوية، إنما محترمة دي امباسيبل. اخرسي، أنا أصلا غلطانة إن أنا نزلت معاك. يعني أنتِ يعني كنتِ لاقي حد تاني وقلتي لأ؟ على رأيك يا يوم يوم، ده حتى الواد الحمار اللي أنا كنت مصاحباه قبل كده، أول ما قلت له إن أنا نجحت، قعد كده وقال لي تعالي لي البيت علشان نقعد مع بعض، أصل أنا أهلي مسافرين، عايز يظبطني مسافر. أنتِ هبلة يا بنتي، ما كنتِ رحتي بدل القعدة اللي زي قلتها دي. رحت إيه؟ ده بعينه. أنتِ عبيطة. هبلة. بس بجد يا بنات ثانكيو إن أنتوا خرجتوني. تلاقيكي فاكرانا جايين لك مخصوص. على فكرة يعني إحنا لقينا نفسنا فاضيين فقلنا يلا أهي خروجة. بس إحنا بقالنا كتير ما شفناش بعض. إيه؟ من يجي شهرين كده صح؟ اكزاكتلي، من يوم عيد ميلادي. نمرة كام؟ طب اسألي أي راجل هنا حبيبتي اديني كام سنة؟ مبروك. ميرسي قوي يا مستر إيهاب. ميرسي قوي يا مستر إيهاب. المكان كله تحت أمرك. ثانك يو. على إذنكم. شفتي يا ست مريم؟ الراجل ما خدش في إيدي 10 ثواني. الحكاية حكاية إمكانيات يا ماما. ماشي يا أختي، بتاعت الإمكانيات.